أجبروا على مغادرة بلادهم هربا إلى المجهول، باحثين عن طوق نجاة في عرض البحر أو عن ملجأ يحتضنهم في هذه الدولة أو تلك للنجاة من دوامة الفوضى وحمام الدم، بعد أن تسيدت المشهد الميليشيات وأحزاب الخراب الطائفية وعاثت في الأرض فسادا وقتلا وتهجيرا. لم يعد الموت خيارا لهم، بل بات واقعا محتوما على كل عراقي اكتوى بنيران الفوضى التي شهدتها البلاد بعد الاحتلال، ليسير في رحلة لجوء يواجه فيها بردا قارصا وجوعا يفتك به، أو ربما يتحول إلى هدف لبنادق حرس الحدود على أعتاب البلدان الأوروبية، أو غريق في عرض البحر. مؤلمة صور العراقيين وهم يركبون قوارب الموت ليبعدوا عن أطفالهم ويلات الحروب والفقر والدمار، باحثين عن مستقبل زاهر لهم، إلا أن الظروف الصعبة التي يواجهونها فيما بعد ببلدان المهجر سرعان ما تبدد أحلامهم بأوطان تكفل لهم أمنهم وحريتهم بعد اصطدامها بقوانين مجحفة وغير إنسانية يصل فيها الحال إلى حد إضفاء الشرعية على اختطاف أطفالهم من أحضانهم، ليعيش هؤلاء المهاجرون الوجع وآهاته مرتين داخل الوطن وخارجه. وكما يقول المثل الشعبي، شجابرك على المر غير الأمر منا. يواصل العراقيون المضي برحلة الهجرة على الرغم من فاتورة الخسائر الباهظة في أرواحهم البريئة وسنين عمرهم المهدورة. المئات ذهبوا ضحية فساد وإجرام من أجبرهم على الهجرة، فضلا عن أمثالهم من المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم حتى الآن. كثيرة هي مشاهد الوجع في طريق الهجرة الذي يتزاحم فيه العراقيون وتزداد أعدادهم فيه يوما بعد يوم وشتاء بعد آخر، في كارثة إنسانية عمرها عقدان من الزمن، بدأت يوم احتلال العراق وتفاقمت حين تسليمه على طبق من ذهب لإيران وميليشياتها، وتلك من أبرز الأسباب التي ما زالت قائمة حتى الآن لتدفع عشرات الآلاف من العراقيين نحو الهجرة سنوياً.